بعتبر من احدث المتدربين في برنامج صوت الشباب العربي، لسه مخلص التدريب الاسبوع اللي فات. طبعا البرنامج مهم جدا، او الانيشيتيف نفسها والمبادره مهمه جدا. ليه؟ لانها بتاسس فكره جديده للحوار وطرح الفكره والاستماع للفكره المضاده. المناظره مش مجرد حرب، او مش هي فكره حرب ما بين فريقين، ولكن هي فرقه طرح وجهات نظر بحجج ودلائل وقرائن ما بين فريق وفريق، وبيترك القرار الاخير للجمهور ان هو يؤيد او يعارض احد الطرفين. فالفكره ان انا بدعو كل الناس انها تتابع او تشارك في البرنامج او في المبادره. ان ما قدرش يشارك كمدرب او متدرب فيشارك بالاستماع والمتابعه، لانها بتؤصل لثقافه جديده غريبه علينا في المجتمع المصري، اللي هي ثقافه الحوار والاستماع للاخر بصرف النظر عن التأييد او المعارضه. شكرا.